خوتي مغاربه السلام عليكم. اليوم الاثنين 4 شتنبر 2023، غادي نمشي هاد الصباح امام مقر جماعه اكادير، كيتراسها عزيز اخنوش اللي هو في نفس الوقت رئيس الحكومه. وامام جماعه اكادير كاين وليداته، هو ما كيحضرش، هو كيسير الجماعه بالتيليكوموند. كاين المئات من اصحاب الطاكسيات الكبيره كيحتجون، حوالي 750 طاكسي اللي جات، واحد الشكل ديال الاحتجاج السلمي الحضاري التنظيم. وصلوني واحد الفيديوهات، انا غنمشي عندهم دابا، داكشي رائع بزاف. عاد علاش كيحتجوا هاد الناس؟ ما طالبوا امتيازات، ما طلبوا حتى حاجه، طلبوا محطه ديال الطاكسيات في المستوى. حنا في مدينه اكادير، في اطار تاهيل مدينه اكادير والمشاريع الملكيه وهادشي، كاينه واحد المحطه قالوا غير 6 شهور داروها في واحد التيره، الغباريه الشمس، المواطنين كيوصل بالكوستيم ديالو كحل، كيخرج من تما ابيض. الشوافر ديال الطاكسيات تما الى خدم يمكن اسبوع غادي تشدوا الضيقه والحساسيه وانواع ديال الامراض. هادشي كامل قالوا لهم غير 6 شهور، هادي عام وهي باقيه. هاد مارين الطاكسيات اش كيطالبوا؟ كيطالبوا امام الفنادق تكون واحد البلاكه في هذا موقف الطاكسي، لان فين ما وقفوا كيجيو يقيدوا ليهم. امام السوق شي حوايج هما بساط، الجماعه ديال اكادير ما قدرتش توفر هادشي كله. واش ماشي فضيحه؟ يلاه معايا وغنمشيو امام مقر البلديه. شوفوا واحد الرايات اللي دويت عليهم ذاك النهار، والله ما بدلوهم. شوفوا هاد عزيز اخنوش، شوف الرايه مشرقه ليمونيه، الرايه ديال بونتيغوز. والمهم الله يهدي ما خلق، هذا رئيس الحكومه اللي هو رئيس المجلس الجماعي. كنجيو كنقعدو معاهم لقاءات مراسلات، درنا مراسلات الى ولينا في الوسط البلاص. السلام عليكم، السلام عليكم، الله يطول عمركم، الله يحفظكم، الله يحفظكم، خلوا الناس يتدعوا، مرحبا. هنا على السلطة الرابعة، هذا رمز من رموز الذين يدافعون على مدينة أكادير، هو من بين الناس اللي في يطر المجتمع المدني. احنا في مدينة أكادير، الله يطول عمركم، الله يحفظكم. صوت كبير، واش معنا كاملين ولا لا؟ هاد الناس هادو النهار اللي داروا اعاده تهيئه المدينه، تفاجئنا مؤخرا بان علامات ديال وقوف سياره الاجره الكبيره ديال المدينه، شي وحدين رجعوا ديال سياره الاجره الصغيره وديال سياره الاجره الكبيره ما رجعوش. هذا يعني كيطرح واحد العدد كبير ديال علامات الاستفهام. وازيد من 50 سنه وحنا كنشتغلوا على واحد لافونت كوميرس اللي هو محطه اللي كنقولوا ليها الباطوار لونتيز، شدوا هاد الناس هاد المحطه قزموها حتى ولات كتهز 45 سياره اجره كبيره، وكانت في الاول كتهز ازيد من 600 سياره اجره. يعني هاد لو فوند كوميرس اللي حنا خدامين عليه اكثر من 50 سنه، جابوا هاد الناس واحد المولود الجديد وداروا على ظهرنا حنا، ودالنا ازيد من 90% من المكان ديال الاشتغال ديالنا كصنف الاول. والمشاكل اللي كنعيشوا مع هاد الناس هادو ديال الجماعه الترابيه ديال مدينه اكادير، في شخص السيد النائب الاول اللي كيعطينا وعود زائفه والاذان الصماء، واعطيناه بدائل، اعطيناه مقترحات ديال مكان ديال الاشتغال ديال 1182 سياره اجره الكبيره دون جدوى. يعني عده مراسلات، عده شكايات مع هاد الناس هادو دون جدوى. سنخرج هذا الاسبوع، يعني هذا الاسبوع اللي كنعيشوه غنخرجوا بوقفه احتجاجيه اخرى ربما غتكون اكثر من هذه. اعطيني محطه في المستوى، حتى لا جا عندي كيعرف فين جا، جا المواطن يلقى فين يركب. اعطيني وسائل الراحه، اعطيني الامن، هادشي ما عندهمش. المشروع الملكي، المشروع الملكي ما دخلش فيه سيارات الاسره. هاد الناس بدون تواصل، كيعيط عليك تقعد معاه، والنيره ما كيديرش داكشي اللي بغيتي، كيدير اللي بغا هو، وكيخليك انت كتعطي ظهرك للسائق، لان السائق كيعرف راه احنا راه التحويل ديال المحطه باقي كنسمعوا عليه الهضره دابا، ما حدو مازال ما باش يتقادوا معنا، احنا اللي نتقادوا معاه. هذه اولا وقفه انذاريه
حنا كنطالبوا من السيدة رئيس مجلس البلدي يرجع لنا البريك ديالنا اللي كانوا امام الفنادق هنا في اكادير، ويرجعوا لنا البريك ديالنا اللي كانوا في امام سوق الاحد. التهيئه ديال اكادير داروا التهيئه ديال اكادير، ويني ما ردوش البريك للمحل ديالهم، ما ردوهمش. حنا ديما كنراسلوهم مراسلات وبدون جواب، لدرجه ان رجال الامن والسلطه كيلقاوك واقف في دوزيام بوزيسيون ولا فوق التروطوار تيقيد لك، زياده على مشاكل ديال القطاع اخرين بالنسبه للنقل السري. النقل السري تيجيو دابا بسيارات مجهوله الهويه، ما عندهم حتى رخص السياقه، ما عندهم الله اعلم شنو عندهم. انت واقف مثلا كاع الا وقفتي كتسنى عندك الانتظار، تيجيو دوك السيارات كياخذوا الزبائن بدون رخص، وتيصبوا لنا حنا مشاكل قدام الاوتيلات. حنا الا ما عندناش المحطه اش غنديروا؟ نبقاو نديروا الجولان زائد تحديد المسار؟ يعني فين غادي نمشيو؟ غنمشيو نخدموا في مراكش، غنمشيو نخدموا في كازا؟ ما يمكنش. راه عندنا اكادير، نقطه الانطلاقه ديالنا هي اكادير، وحنا كيقصيونا من هذا اكادير، حتى واحد ما غيقبل علينا. هذه نقطه انطلاقه اكادير، واكادير كيتوسع وحنا كيتقلص المجال الاشتغال ديالنا. الغازوال دابا ولا 14 درهم، ولا السائق مسكين كيخدم من الصباح حتى العشيه، يلاه كتشيط ليه واحد 70 درهم ولا 50 درهم يديها لوليده. هذا هو مجلس البلدي، ويصرخون بان الابواب مفتوحه. انا مفتوحه رغم عنك، لان هذه اضاءه انتم منتخبون، انتم اللي خاصكم أغراض ديال أنا كنواطن من المدينة، وأطالبكم بحقوق سائغة ديال مدينة أكادير، إدار محطات اللي عطيتونا الوعود كاذب عليها، محطات اللي فيها أنا ما كنطلبوش شي حاجة كثيرة، كنطلب على محطة الأم اللي جددوها وعطيتوها النقل العمومي اللي هو الطوبيس، لأن النقل العمومي نعطيكم ضيح، نعطي تحت السيارات أجرة الصيف الأول، كاين تحت الصيف الثاني، وكاين تحت الحافلات. حنا لسنا ضد احد، اعطيني المحطه الله يجزيكم بخير، اعطيني محطه كي جيتي اعتذر. حنا كنطالبوا بالله الطاهيه اللي هيته لنا هكا، حيتها لنا، لان في فريتي هي محطه الام ديال مدينه اكادير لاكثر من 40 سنه. وجيتوا انتم هذا المجلس هذا وقلتوا المشروع الملكي، نحن مع المشروع الملكي، ولكن ما محلنا اعراب هذا المشروع الملكي. لماذا؟ شكرا لكم. واللي بغيت نوضح بالضبط علاش عطيتونا الوعود ديال 6 شهور، انا المحطه هذه تقد بواحد البلانين اللي دارته التنسيقيه، تعطاهم البلانين، لان اهل مكه ما درناش شي حاجه. حنا اللي كنعرفوا هذا القطاع اشنو فيه، حنا اللي عرفنا اشنو هي اللي زينه واشنو هي اللي خايبه. جاو شباب اطروا هذا الميدان هذا اللي كان عشوائي، وما زلنا كنتسمم بالقطاع وغير المهجر، وما السبب في ذلك؟ لن أنساها ولو أعتبروني حقوقي لن أنساها ولو أعتبروني حقوقي سي أبو القاسم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي رضا. هاد الوقفة الاحتجاجية ديال اليوم أمام مقر جماعة أكادير، علاش؟ السلام عليكم ورحمة الله المشاهد الكريم.